احنا كثير سعيدين بفلسطين ان قدرنا بالمتحف الفلسطيني نحصد هاي الجائزة العالمية بإمكانياتنا البسيطة بظل وجود احتلال بظل وجود إمكانيات بسيطة بفلسطين. هاي الجائزة بتنمنح من ناحية معمارية وكمان من ناحية مجتمعية، شو تأثير المشاريع على المجتمع، على الأحياء الفقيرة، شو على تحسين مستوى المعيشة، على تحسين جودة الحياة. فإحنا بالمتحف الفلسطيني قدرنا نحصد هذه الجائزة لأنه إحنا اشتغلنا على الناحية المعمارية واشتغلنا على الناحية المجتمعية. تكمن أهمية هذه الجائزة أيضاً من إنها تكريم لفلسطين بشكل عام لكل الفلسطينيين، والتكريم للعمل الإبداعي الفلسطيني ضمن الظروف القاهرة اللي بمر فيها الشعب الفلسطيني. فالعمل على إنجاز متحف زي هذا بالتصميم الإبداعي هذا وبالبرنامج ضمن الظروف والاحتلال وإنه حوالي أكثر من نصف الجمهور الفلسطيني المتابع له هو ما بيقدر يوصله اللي هو من غزة والشتات، فهذا التكريم كثير مهم وبعطي دفع على المتحف كمؤسسة عابرة للحدود إنه يستمر.